اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وسعيده. نقول بسم الله. النهارده بقى انا هعمل حاجه حلوه، بس حاجه بجد روعه جدا جميله. المقادير بتاعتها مظبوطه جدا. امشوا بس على المقادير بالظبط وهتطلعوا بجد نتيجه ممتازه. هعمل ايه؟ هعمل بقى السينابون. انا حطيت هنا نص كيلو دقيق بس طبعا منخول، ومعلقه صغيره من الخميره بس معلقه مليانه، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر برضو يكون معلقة صغيرة مليانة. انا الاول هحط المعلق الحاجات الجافة الاول، وبعد كده هبدأ احط السوائل. وحطيت معلقة ونص من السكر البودر. بصوا يعني النص كيلو دقيق هيطلع لي كمية حلوة جدا من السينابون. وحطيت طبعا ذرة ملح. هقلب بس الاول المواد الجافة مع بعضها، وبعد كده هبدأ بقى احط المواد السايلة. هحط بقى 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ. بصوا اهم حاجة لما تيجي تعملوا اي حلويات لازم يكون البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني قبل ما تبدأوا في الحلويات طلعوه برا التلاجة بس كده شوية، وبعد كده تبدأوا تستخدموه. حطيت بقى طبعا مادام حطيت بيض لازم احط فانيليا، ذرة من الفانيليا. لو عندك فانيليا سايلة برضو ممكن تحطيها، بس انا مش عارفة يعني مش بحب الفانيليا سايلة، مش عارفة ليه جبتها بس ما ارتحتلهاش. ممكن انا ما جبتهاش من عند حد كويس فما ادتنيش يعني نتيجة كويسة، فبس انا برتاح بصراحة للفانيليا البودر اكتر. وهنا انا كنت حاطة كوب الا ربع حليب دافي، فعلقيت ان العجينة محتاجة حليب تاني، فحطيت يعني خدت مني نص كيلو دي خد كوب من الحليب، بس لازم يكون حليب دافي عشان طبعا انا حاطة خميرة وما ينفعش يكون الحليب ساخن، هيبوظ لك الخميرة والعجينة مش هتخمر معاكي. وهحط حوالي ربع كوباية من الزبدة، الزبدة يكون برضو بدرجة حرارة المطبخ. وبعد كده بقى هبدأ اعجن العجينة كده بالزبدة لغاية بقى خلاص ما العجينة تلمي معايا، وافردوها بقى كده وعجنوها على الرخامة، وبعد كده هسيبها بقى لما تخمر. طبعا احنا في الصيف مش هتاخد وقت كتير في الخميرة، يعني مش هتخمر كتير، يعني هي في خلال حوالي ساعة كده او اقل من ساعة كمان هتلاقيها خلاص خمرت. هعمل بقى الصوص الابيض اللي هحطه على السينابون. حطيت هنا كوباية من السكر البودر، لازم يكون سكر بودر. وهحط يعني بصوا دي طريقة يعني يعتبر مقربة لطريقة الحليب المكثف. وهحط كوباية من السكر البودر، كوباية من اللبن البودر اللي هو اللبن البودر، وهحط نص كوباية مية سخنة، لازم تكون مية سخنة، ومكعب بقى من الزبدة. لو حابة تحطي جبنة كيري عندك، اي نوع جبنة، جبنة كيري، جبنة نستو، اي نوع جبنة عندك حطيها جبنة كيري او اي نوع جبنة نستو اللي انت تحبيه. بعد كده بقى هضرب بقى المكونات كلها كده بالمضرب. خلاص بقى انا اتاكدت كده ان اللبن البودر دايب مع السكر، طبعا الميه سخنه فهتدوب الموضوع ده يعني ايه بسرعه المكونات دي بسرعه. واخر حاجه بقى احطها ربع كوبايه كريم شانتيه، دي اخر حاجه بقى كده خلاص احطها. الكريم الشانتيه دوت هو اللي بيخلي الصوص الابيض معاكي يكون متماسك. في ناس بتشكي لما تيجي تحط الصوص الابيض على السينابون فبتلاقيه ان هو خفيف كده ومش حلو، فالكريم شانتيه بقى هو اللي بيديكي تماسك حلو جدا. وهعمل بقى دلوقتي اللي هو صوص الكراميل. هحط نص كوبايه سكر بودر، بعد كده سكر عادي مش سكر بودر، وبعد كده لما خلاص الاقي السكر خلاص دي على نار هاديه هحط معاه نص كوبايه حليب ومعاه معلقه نشا صغيره. بصوا خلاص السكر خلاص بقى بيدوب بسرعه كده مع اللبن، وبعد كده لازم طبعا معلقه النشا الصغيره، وبعد كده اخر حاجه هحط مكعب زبده بيدي الصوص الكراميل كده بيديله لمعه كده ولون حلو قوي. خلاص كده خلاص الصوص كده معايا خلاص خلص. بصوا بقى القوام بتاعه عشان انا حطاله مع اللبن معلقه نشا، القوام حلو جدا مش تقيل. خلاص انا هحطه بقى هنا واخليه خلاص بقى كده يكون جاهز. بعد كده هبقى استخدمه ان شاء الله على السينابون. دي خلاص العجينه هي خمرت. بصوا العجينه بجد وظايف دي طريه جدا حلوه جدا جدا. الزبده عموما في المعجنات بتدي طراوه حلوه جدا. بصوا يعني انتوا عموما في المعجنات عايزين المعجنات تكون مقرمشه شويه، بس طبعا ما فيش سينابون بيتعمل بزيت، بس عموما في اي معجنات عايزين الحاجة تكون مقرمشة معاكم شوية هتحطوا زيت، عايزين الحاجة تكون طرية معاكم كده وحلوة تحطوا زبدة.
بصوا انا كده فردت العجينه وخليتها بسمك حوالي نص سنتي كده بس، مش عشان طبعا هفضل بقى الفها بقى كده رول، فمش عايزه السمك يكون سميك. خلاص الحشوه بقى انا هحط سكر بودر مع قرفه، بس انا مش هكتر القرفه قوي عشان يعني انا عندي ابني مش بيحب قوي طعم القرفه في الاكل، فانا هقلل القرفه شويه بس انتوا ممكن تكتروها اكتر من كده. وهحط كاكاو، يعني ممكن تخلوا مثلا معلقتين سكر مع معلقتين قرفه مع معلقتين كاكاو، بس انا هنا قللت القرفه شويه. خلاص انا دهنت الوش خلاص بالزبده، بعد كده هبدا احط الحشوه. لو انتم مش حابين الحشوه دي ممكن تستبدلوا الحشوه دي، تحطوا بدلها نسكويك، بس مش هتحط بقى معاه ولا سكر ولا كاكاو ولا اي حاجه خالص. هوزع بس الحشوه كده حلوه قوي على العجينه كلها، وبعد كده بقى هبدا بقى الفها بقى كده رول. بص بالراحه بس كده، هي هتتلف العجينه عشان طريه جدا، ما شاء الله مش مستحمله بجد، حلوه قوي. بس المقادير دي مظبوطه جدا جدا اهو كده. خلاص انا بصوا انا بلفها بالراحه، انا بهاجي عند الطرف عشان ما يفكش معايا. هجيب بوله فيها ميه عاديه خالص من الحنفيه، وبعد كده هعمل بقى بيها الاطراف كده بالفرشه. بصوا هعمل بقى كده الاطراف كده بالفرشه كده بسيطه اهو، وخلاص كده. وبعد كده هبدا بقى اقطعها بالسكينه. انتوا لو حابين ان انتوا ممكن تقطعوها باللي هو بالخيط، ممكن تقطعوها بالخيط، انا يعني انا ببقى حابه اكتر بالسكينه. بس ادهنوا الاول السكينه مسحه من الدقيق بحيث ان هي تقطع معاكم بسهوله. وكده يعني حلو جدا السمك ده، هو كده اهي. اهم حاجه بقى في السينابون تكونوا مسخنين الفرن قبل ما تدخلوها الفرن. وانا بعد ما هقطعها بقى كده وخلاص، وهكمل هبدا بعد كده هحطها في الصينيه. بس طبعا الصينيه مديها دهنه من الزبده، هسيب الاول العجينه تخمر كمان يعني ايه شويه، يعني هسيبها الاول ترتاح كده ربع ساعه، وبعد كده هبدا احطها في الفرن. يعني مثلا انتوا خلاص بعد ما خلصت التقطيع سيبوا بقى العجينة على الرخامة لغاية ما الفرن يسخن، وبعد كده تبدأ تحطها في الفرن تستوي على درجة حرارة 240. ما ينفعش تحطوا السينابون على درجة حرارة هادية، العجينة هتنشف منكم. أنا عاملاها يعني فوق المتوسط. خلاص كده بصوا استوت، هي أول بس ما تاخد معاكم لون كده يبقى خلاص حلو جدا. هبدأ بعد كده هحط بقى عليها الصوص الأبيض وصوص الكراميل. حابين بقى تحطوا بقى بعد ايه، حابين يعني تحطوا صوص شوكولاته، حابين تحطوا مكسرات، يعني بصوا الحشوه دي بقى من فوق زي ما انتوا حابين. الصوص الابيض ده كمان بستخدم الحلويات تاني كتيره، طريقته حلوه جدا وطريقته اقتصاديه جدا، ممتاز بجد. يعني انتوا ممكن تستخدموه في اكتر من حاجه في الحلويات. بصوا بقى الشكل حلو جدا. انا خلاص كمان حطيت بقى في الصينيه. بصوا انا بوريكم من جوه، طريه جدا وهشه جدا، جربوها وقولوا رايكم بقى في التعليقات. ويا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، والى لقاء فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.